سيداتي، آنساتي، سادتي في كل مكان. المباريات هي مهر الدوري لرفاق الرودي غارسيا. أتذكر ربما قبل موسم يستمتع بمباراة وسط أجواء جميلة ورائعة وفي من جديد بترسل عالية فيها انطلاقة تصل سهلة إلى المحالة وكرة بالخطأ بتصل لضمك وفي خطأ لمصلحة نادي ضمك. للتحديث الانتظار من بدران، الكرة بترسل بعيدة إلى خارج أرضية الملعب وركلة مرمى لمصدار للعرضية من الدون. فضل عددها الخيبري، تغيير اللعب عند الغنام، تحضير لكن الكرة بعيدة إلى ركلة مرمى لمصلحة العمار. وصلت إلى آدم ماهر والانتظار والعرضية، الكرة تصل سهلة طان بيحول. الله الدفاع وذهبت إلى الارتداد لمصلحة ضمك مع صيحات جماهيرية نصراوية في هذه اللحظة مطالبين بريس سيذهب بنفسه لمشاهدة الحالة. القرار ركلة جزاء تشاهدها كل أعين العالم يا مصطفى زغبة، كل أعين العالم. النصر بفخامة الاسم والرقم والذي ضمك يتقدم كريستيانو رونالدو. الله، نصر الدون يضرب. نعم، نصر الدون يضرب ويعلن التقدم المبكر. الله، فخامة الاسم والرقم واللون والقدوة، فخامة الدون، فخامة كريستيانو رونالدو، فخامة النصر، فخامة فارس نجم. تضرب في البداية أمام فارس الجنوب ويعلنها من هنا. غاب أوسبينا، غاب من غاب، الدون يكفي وتسلم. يتقدم الآن الغناب إلى كريستيانو. أوبا. الله 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 الله. إي والله إي والله. وبدأ الكرنفال، وبدأ الاحتفال، وبدأ وقف فيها مصطفى زغبة، وقف فيها الجماهير، وقف في اليسرى تصل إلى هلال عربي سوداني بقوة. الله الله الله. رغم كل الغيابات والظروف النصر يضرب بالثالث ربما الآن. النصر عايش في الصندوق، عايش في الجو الدون. الله على التسديدة لكن مرت وذهبت إلى الخارج. يلعب يستمتع يعيش الامه الحلوه في يونايتد الاولى، سرعه وطاقه وحيويه وتاثير. وانا قلت تذكرني ببدايتها كذلك امام الشباب. كره الان جميله بالراس، الكره بتصل الى الخارج. انتظار المساندة الغنام بعرضيه، الكره بتصل، تغطيه ناجحه من عبد القادر بدران إلى ركلة الزاوية لمصلحة. كامل لكريستيانو رونالدو، أهداف وصناعة،
الكرة بتوصل، الكرة بصر الآن، كرة إلى كريستيانو رونالدو، التقدم وغريب طالت، كانت طويلة أكثر من اللازم مع حالة تسعيد. كريستيانو رونالدو ينتظر لأن واجهه ويتحرك ويقع على أرضية الملعب ويطالب عبد القادر بدران بالوقوف. لا شيء في الكرة، ذهبت إلى ركلة الزاوية، لكن الله على الانطلاقة. هو بحث مستمر والتمرير حاضر والكرة محاولة بتصطد وتصل من جديد لمصلحة نادي العالمي. الآن الكرة بتصل من جديد، الكرة بتبعد، هلال أنتوليتش ما دو ينجح في الإبعاد، البحث عن الله الله الله، الله يا غريب غريب مو غريب على لمساته ومهاراته، حولها على طول إلى أيمن، أيمن فضل يحيى لمن يحيي المباراة والأجواء، يحيى الدون، يحيى النصر، يحيى كريستيانو، يحيى العالمي. سنرى ونقول ولكن تذكروا 45 دقيقة كانت في قمة الجمال والروعة والإثراء الكروي هنا في المحالة، يتركه هذا الخرافي، هذا التاريخي، الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، ويكون ماشا ماشاريبو في ليلة الشمري علوش. كرة إلى ماشا، الكرة بتصل من جديد بالطول من خلالها أنتوليتش، الكرة بترسل، كانت خطيرة فعلا، والعربي سوداني كان أقرب. ينتظر طلوع علوش على الجهة اليسرى أو يعلي علا، فعلا سهلة في أحضان حاضر كريستيانو، السوبر السوبر بيحضر كرة من شافعي على الجانب الأيمن، يرسل كرة حسون سهلة يصنعها غريب، الله على كرة التغطية من أمام إلى حمزي، يتحرك منصور حمزي يسدد كرة ضعيفة، نروح على السوبر الكرة طالت، أوه بالسلامة إن شاء الله بالسلامة. شافعي القائد والليدر أنقذ الموقف، ماشي الآن الكرة بتطير، كرة الآن وصلت على الجهة اليسرى، العمار الكرة تصطد، حصة تدريبية، سنرى مباراة بالضرور. سامي يتحرك الآن، بعيدة النهاية ذهبت إلى الخارج، ماشا يضرب ينتظر يسدد مرة بالجوار، ركلة مرمى لمصلحة نادي ضمك، كان قدم الآن في الجانب الأيمن، طالت ما طالت، الكرة طالت فعلا، وصل من جديد التقدم، يا سلام على الكرة، التغطية ظهرت من خوسيه أنطونيو طويلة في دورينا، كرة بتصل الآن كريستيانو، الله الراية رفعت، السوبر هاتريك المنتظر في هذا المساء، من جديد سوبر هاتريك، هل يكون على طول بيتصل، محاولة تسديدة مرت بالجوار من العربي السوداني، محايش في مصيدة في الجانب الأيمن، تسديدة الكرة بتمر إلى الخارج، ربما المتصدر أنا العالمي يا عالمي. فيديو ونشوف الوصفة بتاعتنا النهاردة عبارة عن ايه. ده يا جماعة اول مكون في الوصفة بتاعتي،
طبعا كلكم هتستغربوا، ده الزبيب تمام او العنب المجفف، علشان الناس اللي مش عارفه يعني ايه زبيب في دول تانية، ده يا جماعه عنب مجفف تمام. احنا عندنا بنقول عليه زبيب، بنجيب الزبيب دوت انت بتجيبيه من اي سوبر ماركت او من اي بقاله من اي عطار موجود ومتوفر عنده تمام. بنجيب كميه كده وبنحطها في الثلاجه وبنستعمل منها وقت اللزوم، وده كمان ممكن في ناس كتير ممكن هي تعملها في بيتها وبمنتهى السهوله. الزبيب ده يا جماعه اي حد ممكن يعمله، بتعملي كميه منه وبتحطها عندك في الثلاجه وقت الاستعمال بتلاقيه تمام. تعالوا بقى كده نشوف الوصفه بتاعتنا النهارده هنحضرها ازاي. معايا كوبايه ميه دافيه زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده، فانا دلوقتي هاخد معلقه كبيره كده اهوت من الزبيب، معلقه واحده بس. طبعا الزبيب بتاعنا قبل ما بنحطه بنكون غسلينه كويس جدا وقبل ما نستعمله في الوصفه، لان طبعا احنا هنشربه، هنعمله مشروب وهنشربه، فبنحط ملو معلقه كبيره زي ما انتم شايفين كده في كوبايه.